عقد المفتش العام للمفتشية العامة للدولة السنوسي محمد علي اجتماعاً مع مفتشي الوزارات المختلفة بهدف الوقوف على ما توصلوا إليه في مجال عملهم في كل وزارة، كان ذلك بمقر وزارة التخطيط والاقتصاد. بحر الدين عبد الشافي. إن المشاريع الوطنية التي توليها الحكومة الاهتمام والرعاية الفائقة في تنمية المشاريع الاقتصادية، فقد عقد مفتشو الوزارات المعنية التي انبثقت منها المشاريع الكبرى بالبلاد جلسة عمل لأجل التباحث ومتابعة هذه المشاريع الاقتصادية ومعرفة ما يجري من تحقيقات داخل الوزارات المعنية التي تتألق باقتصادياتها التنموية. وفي بداية حفل الافتتاح، فقد عرض المقرر العام لبعثة تقييم المفتشية محمد سنوسي شريف الحصيلة العامة التي تحصلت عليها أثناء متابعة المشاريع الوطنية، وأكد بأنه قد تحقق العديد من هذه المشاريع. رئيس بعثة تقييم المشاريع الكبرى أشار في خطابه إلى أن هذه الجلسة تنبثق منها لجان لدراسة البرنامج بصورة أوسع وشامل، ويمكن من خلالها الوصول إلى نتائج إيجابية. الحكومة أرادت أن تقيم فيما إذا كانت الأهداف المشروع لهذه المشاريع تواكب رغبات المجتمع في أرض الواقع. هذا هو الهدف الأول. والهدف الثاني هو أننا نقوم تبعاً بتجريد جميع المشاريع في تشاد لنعرف من يقوم بأي شيء، وبذلك نسرد بعض التوصيات للسلطات العليا من أجل أن نضع كل شيء في مكانه حتى يتسنى للحكومة بصدد مؤتمر باريس التي يقام في شهر 9 المقبل، حتى يتسنى للحكومة بأن تضع آليات لجلب جميع الاستثمارات الأجنبية في أحسن وضع ممكن، وحتى يطمئن المواطن التشادي بأن الحكومة تسعى دوما في تنفيذ هذه المشاريع في أحسن وجه ممكن. ننوه بأن مشروع متابعة المشاريع الكبرى ما زالت تواصل عملية الإشراف من قبل البعثة المكلفة من رئاسة الوزراء لتحقيقها وإنجازها في الأوقات المحددة والمطلوبة.